لم ينسى اليمنيون الساعة الثانية صباحا من 26 من مارس في العام 2015 إذ استيقظوا على وقع هبوب عاصفة الحزم وميلاد مرحلة جديدة من تاريخ اليمن. إلى التفاصيل. إذن كانت تلك الليلة التي استيقظ الناس فيها على وقع هبوب عاصفة الحزم ليلة استثنائية ومرحلة مفصلية في حياة اليمنيين. للمزيد نتابع التقرير التالي. كما كانت حدثا تاريخيا لأكبر عملية عسكرية هي الأولى من نوعها في تاريخ التحالفات العربية، كانت عاصفة الحزم الحدث الأكبر والأول من نوعه في عمق الذات اليمنية. فالعاصفة التي جاءت إنقاذا لبلد اختطفت الميليشيا دولته الدستورية وعطلت كل ملامح الحياة وممكنات الأمل فيه، كان في الوقت نفسه عملية إنقاذ لشعور جمعي يعيش ذروة إحباطاته والمعنويات التي بلغت أدنى مستوياتها، إذ جنحت الميليشيا الحوثية وتحالف الانقلاب إلى إظهار كل ما من شأنه إذلال اليمنيين وسحق كرامتهم وهويتهم الإنسانية والوطنية والإسلامية. عاش اليمنيون فترة سوداء لم يسبق لها مثيل، إحباط عام كان باديا في صمت الناس وبؤس الوجوه التي تعيش وقع انهيارات في داخلها أشد وأفتك مما تشاهده انهيارات خارج الصدور. وجد اليمنيون أنفسهم على كف عفريتين كلاهما محتقن بشهوة السلطة وأحقاد الثأر والانتقام، بما يكفي لإبادة أبناء اليمن إلى آخر نسمة في التعداد السكاني، وكلاهما يستهدف الذات والكرامة. وبين نظام إجرامي ناقم يريد أن يعود إلى السلطة على جثث شعب خرج في أمس قريب لإسقاطه، وميليشيا إرهابية متمردة تريد الصعود إلى السلطة على رفات مواطنين تقدمهم قرابين إخلاص لإيران، وجد اليمنيون أنفسهم محصورين في زاوية ضيقة ومظلمة. ما الذي سيفعله اليمنيون وأين سيذهبون؟ لا شيء في أيديهم غير المقاومة حتى الموت، فالرئيس المخول بحمايتهم دستوريا تحت الإقامة الجبرية ثم تحت القصف الجوي الانقلابي، أسلحة الدولة التي كان من المفترض أن تفعل شيئا من أجل حمايتهم صارت مصوبة إليهم ما بين الأعناق والصدور. تلك اللحظة بإحباطاتها الماحقة لن ينساها اليمنيون، حيث يكتشف شعب بأكمله أنه بات هدفا للرصاص التي دفع ثمنها من قوته، فإن لم يأكله ذئب الانقلاب طحنته رحى التصدعات النفسية في حرب لا يملك فيها إلا أن يضحي بروحه في سبيل كرامته. وفي غمرة الإحساس بالفقدان العظيم هبت عاصفة الحزم فتغير كل شيء. استيقظ شعب محبط كما لو أنهم ولدوا، تعانقوا في الصباح وتبادلوا تهاني المفاجأة. وبعد 3 سنوات من عشية انطلاق عاصفة الحزم ما زال في أعين اليمنيين شيء من دهشة الحدث، وذاك البريق الذي شع صباح خميس، وذاك الذي ما زال يفرك عينيه ليتأكد هل كان حلما أم حقيقة، وهل كانت مهمة الهبة الأولى لعاصفة الحزم قصف قاعدة الديلمي أم ترميم قواعد القلوب؟ وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الكريم ثعيل عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء. عبد الكريم، ما الأهداف التي انطلقت من أجلها عاصفة الحزم في اليمن؟ أسعد الله مساءك ومساء مشاهديك الكرام وطاقم ثعيل. وفي الذكرى 3 لانطلاق عاصفة الحزم لا يسعنا إلا أن نقول أن الأهداف التي انطلقت من أجلها عاصفة الحزم هي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وإعادة كافة القوى إلى المسار السياسي ونزع السلاح من الميليشيا وإعادته للدولة. ولا زالت المعركة الكائمة ولا زالت أهداف التحالف وأهداف عاصفة الحزم في مسارها، وبكل تأكيد أن رغم أن الحوثي اليوم يطلق الصواريخ
ثمانية صواريخ على المملكة العربية السعودية، وعلى يعني ثمانية أو سبعة صواريخ اليوم في 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 لحظة تجعلنا نكون أكثر دقة في تطور الخطر الإيراني، رغم أن الشرعية مسيطرة على مساحة 85% من الأراضي، إلا أن إيران لا زالت في تعنتها وفي عبثها، بل تعمل بشكل منظم ودقيق ومكثف ربما يفوق ما هو ملحوظ في الإعلام. اليوم الجيش الوطني صحيح أكثر عتاد وأكثر عدة، لكن يجب أن يتم تسليحه، ويجب أن تحسم المعركة مع ميليشيات الحوثي قبل أن تتطور أكبر لتتجاوز صواريخها المدى الذي حصل، وللأسف قبل أيام دون شك أن عاصفة الحزم جاءت لإنقاذ اليمنيين من الكهنوت والميليشيا التي كانت قد زجت في عشرات الآلاف في السجون، ونهبت الدولة واختطفت الهوية واستوردت الهوية الفارسية، وأصبحت جعلت اليمن كما قالت الملالي أنها العاصمة الرابعة سقطت في أيدي إيران. بالفعل في تلك اللحظة كانت قد سقطت صنعاء ولا زالت في أيدي إيران، وللأسف الشديد اليوم ونحن نرى الحوثيين المشروع الإيراني ينفرد بصنعاء وما حولها، وأخرج أولئك الجماهير إلى السبعين ليستعرض قوته الجماهيرية. نحن نقول وخاصة من بعد أن تم القضاء على صالح أن على التحالف وعلى الشرعية أن يعملوا بجدية أكثر وليل ونهار لسرعة استعادة الشرعية قبل أن يتم تدجين والعمل على جعل هذه الجماهير في ظل الجهل والأمية في اليمن ذات عقيدة فارسية وعقيدة قتالية، وخاصة أن تلك الحشود تأتي من المناطق الجبلية ومن المحافظات الأكثر عدد سكاني، وال15% التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين هي تعبر عن ربما 15 مليون مواطن يمني، وبالتالي سوف يتم تجنيد المئات الآلاف من هؤلاء من هذه المناطق إذا لم يتم تدارك الخطر بشكل سريع وعاجل. وهنا نصارح أشقائنا في التحالف أن عاصفة الحزم هي أمل لنا، وما حدث من إنقاذ اليمن أمر حميد للأمة برمتها، وهو خطوة أولى نحو تشكيل السد المنيع أمام الزحف الفارسي نحو الجزيرة العربية برمتها. نعم. وبالتالي يجب أن تكون الاستراتيجية واضحة في مسار الحزم، تقوية الجيش الوطني الذي يمثل السد المنيع الأول للجزيرة العربية ولليمن، تسليحا نوعيا على الأقل يوازي ما لدى الحوثيين وما لدى الإنقلابيين. اليوم ونحن في ذكرى عاصفة الحزم ندعو الشرعية وندعو التحالف العربي إلى تنسيق أعلى مستوى، إلى تكثيف التسليح للجيش الوطني، إلى دعم الجبهات، إلى تمكين الحكومة من بسط نفوذها، إلى استعادة الشرعية إلى عدن، إلى عودة الرئيس، ونحن نشدد على عودة الرئيس إلى عدن، عودة الحكومة إلى عدن، تفعيل الموانئ، تفعيل المطارات التي في مناطق الشرعية. الحكومة اليوم للأسف الشديد رغم أن أهم أهداف التحالف وإعادة الشرعية وإعادة بناء اليمن، إلا أن المحافظات المحررة اليوم تعاني وتئن، والمواطنين والجيش وغيره إلى اليوم لم تنضبط مسألة الرواتب. اليوم في هذه الذكرى العظيمة التي تعبر عن وحدة أمة عربية نقول أنه يجب أن تكون محطة انطلاق لإصلاح الخلل ولنظم الصف بشكل أكبر ولعودة الشرعية ولتمكين الجبهات من التحرك العاجل نحو الحسم، وعدم ترك المسار اليمني والقضية اليمنية لتخرج من أيادي الأشقاء وأيادي التحالف وأيادي اليمنيين ليتم تدويلها، وذلك قد تم الإلماح إليه من خلال تقرير خبراء مجلس الأمن وكذلك آخر جلسة لمجلس الأمن وما يتحدث به المبعوث وما يتحدث به السفير البريطاني قبل أيام. وبالتالي هذه كلها مؤشرات يجب أن يتم استدراكها والعمل من قبل التحالف وقبل الشرعية على ما يجب أن يعملوا عليه وقبل أن يفوت الأوان. وهنا أبشر بأن الذكرى الثالثة سوف تكون بإذن الله، وكما نأمل محطة لانطلاق أكبر باتجاه استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب. عام 2018 بدأ بإقرار موازنة للحكومة اليمنية، وسوف باعتقادي سوف تنطلق انطلاقة إيجابية وتنتظم في صرف رواتبها وتتحرك باتجاه حتى أولئك الذين في المحافظات التي ليست محررة، نبشرهم عبر منبر قناة سهيل أن الشرعية القادمة
وأن ميليشيا الحوثي ليست إلا مشاريع للخراب والدمار والموت، وعليكم أن تتأهبوا وأن تستعدوا للإسهام والمشاركة بالطريقة التي ترونها مناسبة في الضربة القاضية لإنهاء الانقلاب بإذن الله. نعم عبد الكريم، يعني خرج إلينا من إيران قيادات ومسؤولون كبار يتحدثون عن سقوط العاصمة الرابعة بيد إيران وبأنها أصبحت بيد إيران، يعنون صنعاء، ثم بعد ذلك كان الحوثيون قد بسطوا نفوذهم وسيطرتهم على كامل التراب اليمني، ثم قامت عاصفة الحزم. كيف قطعت الطريق عاصفة الحزم أمام المشروع الكهنوتي الإيراني في المنطقة؟ عاصفة الحزم هي أمل اليمنيين، وكما قال التقرير أن اليمنيين بالفعل يعني 90% وأغلب اليمنيين شعروا بأنهم ولدوا من جديد عندما رأوا الفزعة العربية والهبة العربية لإنقاذهم من الاحتلال الفارسي. بالفعل هي هبة حميدة، ورغم أنها طالت لثلاث سنوات إلا أننا نرى أنها في مسارها الصحيح. هي لا تعبر أن طول المعارك اليوم لا تعبر عن عجز التحالف العربي. من يقول ذلك مخطئ. التحالف العربي ليس عاجزا إلى الحد أن يستمر في معركة مع ميليشيا تتبع إيران لمدة ثلاث سنوات، وإنما لأن الخلل كبير جدا، لأن إيران تدعم بشكل يعني أكبر مما يعني تراها العين وتكشفه وسائل الإعلام والمراقبين واللجان الدولية. نحن نقول اليوم بعد ثلاث سنوات لهؤلاء المرضى الذي يقولون أن التحالف فشل في إعادة الشرعية إلى عدن وفشل في استعادة الموانئ وأن الموانئ محتلة من قبل طرف من أطراف التحالف، فهذا الكلام لن يكون صحيحا. وبإذن الله نحن لدينا تواصل ولدينا يعني تأكد من معلومات أن الجانب الشرعية وأن قيادة التحالف تمضي نحو استعادة الشرعية وعودة الرئيس وقيادة الحكومة إلى عدن وتفعيل الموانئ. ومن يقول أن الأشقاء في الإمارات مستمرون في بسط نفوذهم على الموانئ والجزر وأنهم يستثمرون لمصالح شخصية، هذا مخطئ. والأشقاء في الإمارات كانوا على عرفة الاستعداد باعتقادي في المرحلة القادمة للتفاعل بشكل إيجابي مع الحكومة الشرعية وتمكينها من إصلاح هذه الموانئ والحفاظ على سيادتها كدولة عربية شقيقة سوف ترد الجميل في الأماكن والمواقف المرتقبة والتي تعصف بالأمة وتكاد تندلع ما لم تتوحد صفوف الأمة وتستعاد اليمن بالشكل الذي يليق بها. ثلاث سنوات من العاصفة والحرب على الانقلابيين، ويعني لاحظنا أن الجيش الوطني قد بسط سيطرته على الكثير من المناطق في تعز وميدي وحجة وحرض على كل مناطق الجنوب. إلى أي مدى نجح التحالف في استعادة الشرعية وكسر هيمنة الانقلاب؟ التحالف قام بدعم تشكيل جيش وطني، وهذا الجيش الوطني والشرعية بفضل الله ثم بدعم أشقائنا في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبزعامة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولهم كل الشكر والتقدير، استطاع الجيش الوطني أن يستبسل في استعادة المحافظات التي كانت تحت سيطرة الإنقلابيين. واليوم الجيش الوطني يدق أبواب أمانة العاصمة وفي صنعاء ولم يعد في عدن أو في أطراف حضرموت أو في الشرق أو في الشمال، وإنما أصبح على أبواب صنعاء وعلى أبواب صعدة وعلى أبواب عمران وعلى أبواب أمانة العاصمة وعلى ومن الساحل الغربي أيضا. صحيح أن اليوم نحن نشهد أن هؤلاء الأبطال في الجيش الوطني لم يستلموا طيلة ثلاث سنوات إلا يعني رواتب معدودة، لكن هذا لا يعبر عن عجز التحالف في إسناد الشرعية لتمكينها من صرف المرتبات بشكل مستمر، وإنما يعبر عن صمود هؤلاء الأبطال وقوتهم وعظمتهم وإيمانهم بقضيتهم، وأن المعركة مع الحوثيين ليس المقياس فيها انتظام الراتب وإن كان ذلك لابد منه، وليس فارق السلاح الذي يمتلك الحوثيين، وإنما إيمان هؤلاء الأبطال وقوتهم وعزيمتهم والقضية الوطنية التي يحملونها وحبهم للحياة وللعدالة والمساواة التي جاء الحوثي ليحاول طمرها ودوسها بشكل كامل. وبالتالي استطاع التحالف واستطاعت الشرعية أن تستعيد 85% من الأراضي بفضل هؤلاء الأبطال في الميادين، رغم أنهم كما قلت لك يعانون معاناة كبيرة. فلك أن تتصور لو
ماذا سيحدث لو توفرت هذه الامكانيات من سلاح، من مؤن، من رواتب منتظمه، من 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 تدريب عالي، من تسليح نوعي. باعتقادي ان الامور سوف تحسم في اشهر معدوده، وبالتالي على التحالف والشرعيه، ونحن ندعوهم ونناشدهم بصوت المقاومه وبصوت الجيش الوطني، ان الانتظار او المراوغه او القبول باي نقاشات تاتي بها الجهات الدوليه دون حسم ودون وضوح هو مماطله وتمكين للحوثي. اليوم كما يعلم الجميع الحوثي يطلق 7 صواريخ باليستيه على الاراضي السعوديه، وهذا يعني الكثير، ويعني ان مستوى الخطوره صحيح انحصر في جغرافيا اقل، في صنعاء، في عمران، في صعده، في حجه، في المحويت، لكنه بكل تاكيد اصبح اكثر خطوره. اليوم الخبراء الايرانيين داخل تلك المناطق التي سيطر عليها الحوثيين قد عملوا على يعني تدريب وتطوير الصواريخ بشكل يفوق ما لدى الجيش الوطني، وبالتالي لابد من موازاة ذلك الخطر بتمكين الجيش الوطني لسرعة الحسم وللتسلح بالشكل المطلوب، فهو درع اليمن وحصن حصين للجزيرة العربية برمتها، وهذا ما نريد أن نوصله لأشكائنا في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. نعم عبد الكريم، إذا في ما الرسالة التي توجهونها لقيادة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ولنائبي الفريق الركن علي محسن صالح وكذلك للحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء؟ نعم، نحن نقول لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ونائبه ورئيس الوزراء على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة وجادة. الأشقاء في التحالف وعلى رأسهم قيادة المملكة العربية السعودية لن يكونوا لكم إلا سندا وعونا، ولن يبخلوا في دعمكم، فلتشمروا السواعد ولتضعوا خطة الحسم، ويتم طرق باب الملك سلمان وهو قائد التحالف وولي عهده الأمين لوضعها كخطة يجب تنفيذها، وطلب العون منهم بهذا الاتجاه، وأن تحسم الأمور ولا تترك الفراغات بالشكل الذي لا زال حاصل اليوم. وأنا شدت على أيديكم، الشعب اليوم ينتظر من القيادة السياسية ممثلة بهؤلاء الثلاثة الأركان أن تمضي باتجاه الحسم، وأن تكون أكثر قوة في منطقها وفي خطابها وفي علاقتها مع أشكائها. يجب أن ترتقي إلى مستوى التحدي، وأن تكون بمستوى الدرع الذي موجود على الأرض وعلى الميدان. التضحيات والأبطال والدماء والشهداء هم يعبرون عن عظمة هذا الدرع الذي تشكل من أرواح ودماء اليمنيين ومن شبابه الصامدون اليوم، وبالتالي يجب أن تفهم الرسائل، ويجب أن يتم التعبير عنها سواء على صعيد أو في العلاقة مع الأشقاء في التحالف أو كذلك في المستوى الدولي. نحن اليوم نواجه جماعة إرهابية مدعومة تمتلك صواريخ باليستية، وهذا ما يجب أن يعرفه العالم، وما يجب أن يعرفه أيضا القريب والبعيد، ويجب أن يبنى الدعم والاستراتيجية العملية في الميدان على أساس هذا المنطق وهذا الكلام، لأن الحوثيين اليوم بعد أن أطلقوا 7 صواريخ على المملكة العربية السعودية، باعتقادي وحسب معلومات وبحسب أو بحكم أنني من أبناء صنعاء، أنا أقول وعبر قناة سهيل أن لدينا معلومات أن هناك تطوير خطير جدا لمضادات الطيران، أن هناك صواريخ مضادة وليس فقط رشاشات مضادة، هناك تحرك خطير جدا، هناك تطوير نوعي استغل الحوثيين ذلك الفراغ وتلك الفترة الزمنية في العمل على إيصال تقنية غير بسيطة لامتلاكها الحوثيين. لا يريدون فقط وجود حزب الله آخر في جنوب المملكة، وإنما يريدون أن تكون هناك أن يكون هناك ما هو أقوى وأبعد من حزب الله. يعني حزب الله لم يكن يمتلك صواريخ باليستية، أما الحوثيين اليوم فأصبحوا في مكانة كبيرة جدا تفوق حزب الله أضعاف، وبالتالي يجب أن تدرك يا قيادة الشرعية ويا قيادة التحالف حجم خطر المعركة وعظم المعاناة التي يعانيها قرابة 15 مليون مواطن تحت سيطرة الحوثيين، ويجب إنقاذهم في أسرع وقت. عبد الكريم ثعيل عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء كنت معنا، شكرا جزيلا لك.